السلام عليكم خوتي، صباح الخير عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا جميعا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم جميعا في قناتي. بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوش لاول مره في قناتي، يبركوا على الصابوني باللون الاحمر والضغط على زر ليصله اي جديد. ودائما راني تنشكركم على جميع التعاليق ديالكم الجميله. اليوم عندي لكم طريقه تزيين الملفي بطريقه احترافيه، ولكن قبل ما نمشي ونحضر نوريكم نعطيكم طريقة تزيين، الله يخليكم الله يجازيكم بخير، بغيتكم تدخلوا عند واحد القناة سميتها نضال ياسير، تدخلوا عندها وفرحوها، راهي إلا فرحتوها الله سبحانه وتعالى غيفرحكم. خاصنا نتعاونوا بعضياتنا، لأن إلا ما تعاوناش ما كاين حتى حاجة، ولكن خاصنا نتعاونوا بصدق، ما خصناش نغشوا بيناتنا، يعني خاصنا ندخلوا ونشتركوا في القناة ديال هاد السيدة هادي الله يجازيكم بخير، وديروا جيم وكتبوا التعليق، على الأقل قراوا الفيديو 3 دقائق أو 4 دقائق باش الاشتراك ديالكم والتعليق ديالكم ما يتلغاش. الطريقة ديال الملفي راه سهلة ومقادير بسيطة. بالنسبة للناس اللي مازال ما شافوش الطريقة ديال تحضير الورقة، يعني مقادير بسيطة، الرابط غنحطو في صندوق الوصف. وبعض المبتدئين تيسولوا دائما عن النمرة ديالي، بالنسبة للنمرة ديال التليفون ديال الواتساب غنحطو في صندوق الوصف، باش اللي بغا شي تفسيرات على اليوتيوب أو شي تفسيرات على الكلمات المحظورة. بزاف ديال الناس تيسولوا أشنو هما الكلمات المحظورة، المهم الرقم ديال الهاتف، الرقم ديال التليفون ديالي في صندوق الوصف، هتهضر صيفط ليا اودي في الواتساب او اكتب ليا في الواتساب، راني غنجاوبكم دائما، راه تنجاوب في الواتساب. بالنسبة للرابط ديال هاد القناة هادي اللي قلت لكم دخلوا عندها وفرحوها، راني غنحطو في صندوق الوصف. يلا تبعوا معايا الطريقة وفرجوا ممتعة للجميع. السلام عليكم خوتي، صباح الخير عليكم. الطريقة باش نزينو هاد الملفي ديالنا، اول وقبل كل شيء خاصنا نحضرو كريم باتيسري ديالنا. بالنسبة للناس اللي مازال ما شافوش فيديو طريقة تحضير كريم باتيسري، يعني غنحط لكم الرابط في صندوق الوصف. طريقة سهلة، المقادير بسيطة، ناخدو نصف لتر حليب أو ماء، نعملو فوق النار مهيلة باش يغلى الحليب أو الماء اللي عملنا، ولكن قبل ما نعملو الحليب ناخدو 100 غرام بودر كريم باتيسري، ثم 150 غرام ديال السكر حبوب، ونخلطوه ببيضة وحدة، أو نخلطوه إلا ما بغيناش نستعملو البيض نخلطوه بربع كاس وفي ماء أو حليب، نخلطو الخليط ديالنا تتخلط مزيان البودر والسكر مزيان. من بعد ما غلا الحليب أو الماء خاص يغلى، تنضيفو داك الخليط ديالنا شوية بشوية وتنحركو حتى تيتعقد، تنحصلو على هاد لاكريم هذا. في حالة لاكريم ديالنا قصح يعني يبس، نضيفو ليه شوية ديال الماء أو شوية ديال الحليب، نخلطوه مزيان، لأن هاد لاكريم هذا اللي غنستعملو في الميلبي مخصوش يكون قاص، يعني خص يكون مطلوق شوية كما تتشوفو. ثاني حاجة ناخذ الورقة ديالنا اللي حضرنا. بالنسبة للناس اللي مازال ما شافوش الفيديو طريقة تحضير الورقة، هاد الورقة هادي تقريبا فيها 35 سنتيم على 65 كما تتشوفو. هاد الورقة هادي حضرتها 250 غرام ديال الدقيق ديال الفوص، المقادير بسيطة. بالنسبة للرابط غنحطو في صندوق الوصف. في حالة الورقة يعني تنفخات من الجناب كما هاكا كما تتشوفو، يمكننا نقدوها نص نصار بهاد الطريقة هادي، ولكن دائما عيب شوية علينا. وهاد اليد هادي نكاليو بها الورقة باش ما تهرس، يعني الورقة راه شيشة بحال البسطة غير تهرس كما تشوفو. كما قلنا نقد الورقة ديالنا بهاد الطريقة هادي، ثم نقسموها على 3 بالنسبة للمبتدئين يعبرو، باش أنا ماشي مشكل، نطراسيو الورقة كما هاكا غير شي علينا ما تهرس. ولكن في حالة تهرست الورقة مثلا، إلا تهرست هاد البلاصة هادي يمكننا نديروها في الوسط. أنا غنشرح لكم ملي نبغي نزينها، يعني ملي نبغي نحط الحشوة، راه الورقة تهرسي رائعة جدا. هانتوما تشوفو الشكل ديال الورقة تيكون بحال البسطة دغيا تهرس كما قلنا غير شوية علينا. في حالة تهرست الورقة هادي أو هادي أو هادي، غناخدوها ونحطوها في الوسط، ملي غنعمرو الحشوة كما تشوفو يكونو مقادين. بالنسبة للمبتدئين يعبرو، بقاو معايا، طريقة سهلة. غنبداو طريقة تزيين، نتمنى إن شاء الله يعجبكم هاد الفيديو هدا، راه الطريقة راه سهلة، الإنسان غير خصو ينتبه للشرح. بالنسبة للفوندا أنا غنوريكم طريقة الفوندا، غنحتاجو كريم باتيسري وغنحتاجو الفوندو وغنحتاجو الشكلاط للتزيين، بقاو معايا.
نبداو على بركة الله، تنحطو الورقة الأولى كيما هاك، تناخدو كريم باتيسري كيما قلنا، كريم باتيسري خص يكون مطلق يعني جاري، ثم هاد اليد ديما تنكليو بها هاد الورقة هادي باش متهرسش لينا وغير بشوية علينا، كريم باتيسري يكون مطلق باش الورقة متهرسش يعني، وباش يجينا ساهل بالسرعة يعني، إلا كان قاصح راه غيهرس لينا الورقة. نقادو كريم باتيسري على الورقة كما قلنا، في حالة الورقة تهرست لينا غنعملوها الوسط، أنا غنشرح لكم مزيان. كما قلنا في حالة هاد الورقة هادي تهرست يعني، هادي بحال هادي راه مهرسة شوية يعني مسقوقة من الوسط، غنعملوها الوسط كما هاك وغنضغطو عليها واحد شوية، ثم غنضيفو كريم باتيسري نفس الطريقة، دائما نسرحو مزيان كريم باتيسري، ودائما نكاليو بواحد اليد، هاد اليد هدا نكاليو بها الورقة، واحد النقطة مهمة، الورقة الثالثة ما خصناش نحطوها هكا، تنقلبو الورقة ديالنا كيما هاك، ثم نضغطو عليها، غناخدو اللاطا تكون ثقيلة أو شي حاجة ثقيلة بحال البلاطو، وغنبركو عليها مزيان، بقاو معايا، كيما قلنا ناخدو اللاطا ديالنا تكون ثقيلة، وغنحطوها فوق الورقة وغنبركو عليها مزيان، بهذا الشكل هدا، باش تلصق. نحطو عليها شي حاجة ثقيلة، ثم غنمشيو نحضرو الفوندو ديالنا، بقاو معايا. بالنسبة لطريقة تحضير ديال الفوندو، طريقة سهلة، عندي هنا 250 غرام ديال السكر بود يعني السكر بلاصي، إلا كان السكر محبب ندوزو عليه بالدلاك بلا ما نغربلوه، لأن إلا غربلناه غنضيعو السكر، ندوزو عليه بالدلاك مزيان. 250 غرام هاد الفوندو هادي خاصها تكون ثقيلة يعني تكون خاطرة مزيان، غنخلطوها ابيض البيض، الا ما بغيناش ابيض البيض غنستعملو الحليب او الماء، انا عندي ابيض البيض ما خصنيش نضيعو، ولكن نخويو تدريجيا يعني شويه بشويه باش ما تجرفش لينا هاد الفوندو هذا، لان هاد الفوندو هذا اللي غنعملو الفوق خاص يكون ثقيل باش ما يسيحش لينا فوق الميلفي، كما قلنا نخويو غير شويه ثم نخلطو، في حالات ما بغيناش نستعملو ابيض البيض يمكننا نستعملو الحليب. والفوندو ديالنا خاصنا نضربوها مزيان حتى تنحسنو على واحد اللون ابيض، بقاو معايا كما قلنا، نضربو مزيان بالفوندو ديالنا يتخلط مزيان كما تشوفوا، راه تيجي خاطر يعني ثقيل، نخويو ما ابيض البيض تدريجيا او الماء اللي استعملناه، ما خصناش نخويو الحليب بزاف او الماء او ابيض البيض، راه مازال غطلق، وخا تشوفوها هكا ثقيله راه مازال غطلق لان السكر تيسيح. نضربوها هكا باش تحصلو على واحد اللون لي كيعطينا اللمعان فوق الورقة، كيما تشوفو الشكل ديالها راه تيكون أبيض اللون، بقاو معايا. إلا بغينا نستعملو الضرب كهربائي نستعملوه، الآن الفوندو ديالنا راه موجودة، غنمشيو نوجدو السكلاط ديالنا، السكلاط أسود يعني السكلاط كحل، بقاو معايا. واحد النقطة أخرى مهمة بزاف ديال المبتدئين تيسولو كيفاش تنصيبو الكورنو ديالنا، أنا غنصيبو غير بكاغيط ديال مارغارين يعني ديال التوراق، أو نستعملو كاغيط بابي كويسون، منستعملوش كلاصي، لأن كلاصي إلا خوينا فيه السكلاط غيتقطع. الطريقة باش نصيبو الكورنو ديالنا، تنشدو الكاغيط من القنط من هكا، تندورو على يدينا بهاد الشكل هدا، ثم ندورو الكورنو ديالنا بهاد الشكل هدا. طريقة لا سهلة، انتما تتشوفو بحال هكا، ونخويو السكلاط هنايا كيما قلنا، السكلاط ديالنا راه ذوبناه، انا السكلاط اللي استعملت السكلاط ديال الكرواسا،
تنعمل السكر ديال الكرواسا في الكاسرونه ديالي، وتنضيف ليها واحد جوج معالق ديال الزيت عاليه، ثم نديرو فوق النار وبداو نحركو، ولكن مره مره نهبطو، ما خصناش نخليو فوق النار، يعني مره مره نهبطو ونحركو ونطلعو فوق النار عاوتاني، نسخنو واحد شويه ثم نهبطو حتى تيذوب السكر ديالنا. انا ما تنستعملش حمام مريم، دائما تنذوب السكر ديالي ديريكتومون فوق النار. بقاو معايا. من بعد ما وجدنا الفوده ديالنا وجدنا السكر ديالنا، الان غنبداو في التزيين. كما قلنا الفونده انتما تشوفوا اللون ديالها، راه الفونده تجي هكذا. يعني راه تجي ثقيله. بالنسبه للسكر ديالنا الا كان محبب نصفيوه، لان الا كان محبب ما غيخرجش لنا من الكرنه. كما قلنا الشوكولا ديالنا الا كان محبب نصفيه في صفايا. الان نسلخو الفونديه ديالنا بهذا الشكل، هذا الفونده تكون ثقيله، خصنا نضربو الفونده مع ابيض البيض باش تعطينا هذا اللون. هذا بزاف ديال الناس تيسولو على هذا اللون، هذا تيجي بيض تيعطي واحد اللون رائع. الرابعة راه تكفينا، وهاد الورقة هادي اللي قلنا 35/65 تتعطينا كمية وفيرة. بقاو معايا. الآن غناخدو السكرات ديالنا اللي ذوبنا ونقطعو شوية من هاد الرويش هدا باش السكرات ديالنا يخرج لنا ساهل. ثم غنحتاج الموز او المقص اللي استعملنا يكون ماضي هنا، يكون يعني يكون رقيق. ثم غنزينو بهذه الطريقه هذه. ثم ناخذ الموس كما قلنا، ثم نسطرو هكا ونخليو الفراغ تقريبا واحد 3 سنتيم بهذا الشكل هذا. بزاف ديال الناس تيسولو على الزواق، ثم غنسطرو كونطرير باش نحصلو على داك الزواق ديال الملفي. انتما تشوفوا، ثم نخليو الملفي ديالنا حتى تنشف مزيان عاد نقطعوها. بقاو معايا. الان الملفي ديالنا بردات، في حالات بغينا الملفي ديالنا تبرد لينا بسرعه، يعني ما تاخذش لينا الوقت. انا خليتها تقريبا 35 دقيقه. في حالات بغينا الملفي ديالنا تبرد لينا بسرعه نعملوها في الثلاجه، ناخذ البلاطو بحال هذا، ولكن بشرط نقلبوا البلاطو ديالنا كيما هكا وناخذوا الملفي كيما هكا يحضرنا ونحطوها فوق البلاطو كيما هكا ونعملوها في الثلاجه باش تبرد، باش لينا ساهلة ملي بغيو نحطوها فوق فوق الطبلة، يعني فوق سطح العلم بهاد الطريقة هادي. الآن غنقطعو الملفي ديالنا، غنقدوها من الجناب، راه ساهلة تتجي ساهلة نقطعها، لأن الورطة هشيشة يعني مقرمشة. تنحتاجو المسمنصار يكون مسنن ضروري، لأن هو اللي غيقد لينا الملفي. كما تتشوفو راه غي تنحط عليه الموس تتقطع، لأن الورقة رائعة ومخدومة مزيان كما تتشوفو. تقريبا على حساب الحجم اللي بغيتو، أنا نقطع على حساب إيزا باتيسري. كما قلنا الموس يكون منشار، أنتوما تتشوفو الشكل ديالها. ثم نحطوها حدانا كما هاك، ومرة مرة نمسحو الموس. نضغطو على الموس بحال هكا كيما هاكا حتى تيوصل القاع ديالنا. من بعد غنمشيو نقدوها لطروش. بقاو معايا. تقريبا 3 ديال الصبعات
انتم كما تشوفوا الملفي ديالنا تاتسي رائعه جدا. بالنسبه للناس اللي تيسولوا على الملفي شحال يمكن نحتفظوا بها، الملفي دائما الملفي خاصه نهار كامل، راه الملفي الا بيتنا حتى الغدا يعني احتفظنا بها في الثلاجه راه تتجي معجنة. الملفي عندها 12 ساعه صافي، لان الا فاتت 12 ساعه ما تتبقاش مقرمشه، يعني تتجي رطبه مع داك لاكريم تيتلق فيها الماء وتتجي معجنة. الملفي عندك 12 ساعه كما تشوفوا، ودائما كما قلنا مره نمسحوا الموس باش ما يغيرش لينا الشكل ديال الملفي. الورقه راه مخدومه مزيان. بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوش الفيديو ديال طريقه تحضير الورقه بطريقه المحترفين، الرابط غنحطو في صندوق الوصف، بقاو معايا. في حالات بغينا نحضرها من الحجم الصغير يعني ميني ملفي، تتكون بتي ملفي يعني صغيره بزاف، نقسمو هاد الطرونش هذا على جوج، بحال الطرونش هذا نقسمو على جوج، هادي تتجي صغيرة. إذا باتيسري كيبيعوها بجوج دراهم وخمسين، هادي ميني ملفي ولكن المذاق ديالها رائع. واحد النقطة أخرى مهمة نسيت ما قلتهاش ليكم في الفيديو، بالنسبة بزاف ديال الناس بزاف ديال المبتدئين تيسولو على المذاق ديال كريم باتيسري ديال المخابز، علاش تيجي بنين؟ علاش تيجي بنين؟ لاكريم باتيسري ديالنا ديال المخابز ملي تنحضروه هو باقي سخون، يعني ملي تنخلطو لاكريم ديالنا تيتعقد، تنزيدو فيه واحد جوج معالق كبار ديال الزبدة حيوانية، يعني هاديك الزبدة اللي فيها المذاق رائع باش يعطينا المذاق. بقاو معايا، هذا هو الشكل النهائي ديال الملفي ديالنا كما تتشوفو، ملفي جات رائعة جدا. طريقة باش نستفوها بالنسبة للناس اللي عندهم مشاريع، بقاو يستفوها بهاد الطريقة هادي باش تعطينا واحد المنظر. انتم تتشوفوا بالنسبه لليميني كما قلنا هادو هما اليميني ديال الملفي، ولكن الميني ديال الملفي تيجي رائع في المنظر. انتم تتشوفوا الشكل النهائي ديال الملفي ديالنا وبكميه وافره. بالنسبه لهاد الطرونش هذا في المخابز راه كيبيعوه ب 5 دراهم، نتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الفيديو هذا.